الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بالتسلح بالعلم والتخلق بخلق الحلم والعيش في ظلال الأمن والسلم. أحمده سبحانه بما هو له أهل من الحمد وأثني عليه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، حثنا على حسن الأقوال والأفعال ونهانا عن الغضب وسرعة الانفعال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أكثر الناس صبرًا وأوسعهم صدرًا وأغزرهم علمًا وأعظمهم حلمًا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يأتي ختاماً للأسبوع الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمسجد خاتم المرسلين بحي العمرانية بمحافظة الجيزة، برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. يأتي هذا اللقاء إخوة الإيمان تحت عنوان فضل كظم الغيظ. معنا من علمائنا الأجلاء فضيلة الدكتور محمد صالح عطية، المدرس بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، وفضيلة الدكتور أسامة فخر الجندي، مدير عام شؤون القرآن بوزارة الأوقاف. معنا قارئاً ومبتهلاً خلال هذا اللقاء الطيب المبارك القارئ الشيخ معوض معوض الفشني. يحضر هذا اللقاء الطيب المبارك قيادات أوقاف الجيزة، يتقدمهم فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمد حسين قاسم مدير شؤون الإدارات. الحضور الكرام، ديننا دين الأخلاق، ورسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إنما كانت رسالة الأخلاق، فرسولنا صلى الله عليه وسلم أجمل دعوته ورسالته في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن مكارم الأخلاق هذا الخلق الذي نحن بصدده في هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو كظم الغيظ. الحضور الكرام، نحمد لوزارة الأوقاف هذه السنة المباركة التي أتاحت الفرصة للقاءات مع العلماء. تسهم هذه اللقاءات في نشر الفكر، في نشر وتنمية الوعي، وفي تصحيح المفاهيم. هذه اللقاءات الطيبة المباركة ما أجمل أن تكون حول مائدة القرآن الكريم وحول دروس العلم. هذه اللقاءات الطيبة المباركة سبب من أسباب نيل مغفرة الله سبحانه وتعالى. فعن معاوية رضي الله عنه أنه خرج على حلقة من أصحابه في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا لنعمة الإسلام. فقال معاوية رضي الله عنه: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا لنعمة الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله قد غفر لكم. خير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم. القارئ الشيخ معوض معوض الفشني يتلو علينا ما يتيسر من آيات الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل ادعوا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي وكبره تكبيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن
لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى فارغب. صدق الله العظيم. ألا إنه التنزيل والذكر والهدى فأكرم بتاليه وأعظم له الأجر. الحضور الكرام، القرآن الكريم نور استضاء به نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، ولا زال الموفقون من أمته يحملون هذا النور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهكذا فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ معوض الفشني في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يأتي ختاما للأسبوع الدعوي الذي أقامته وزارة الأوقاف بمسجد خاتم المرسلين بحي العمرانية بمحافظة الجيزة. يأتي هذا اللقاء تحت عنوان فضل كظم الغيظ. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مصححا المفاهيم بسؤال يسأله لأصحابه: ما تعدون السرعة فيكم؟ فقالوا: السرعة هو الذي لا تصرعه الرجال، أو الشديد الذي لا تصرعه الرجال. هذا فهم دنيوي لكل الناس، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم وقال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فرددها ثلاثا. الحضور الكرام، مع هذه الكلمة الطيبة والتي نستمع إليها من فضيلة الدكتور محمد صالح عطية المدرس بكلية دار العلوم بجامعة المنيا. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى والرسول المرتضى والنبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فما رزق الإنسان في هذه الحياة أفضل ولا أعظم ولا أخير من السكينة والطمأنينة وراحة البال وسلامة الصدر والسلام الداخلي، وهذا كله دعوة الإسلام. فالله عز وجل أمرنا بكل قول وكل فعل يجلب الطمأنينة لأنفسنا، وزجرنا ربنا ونهانا ورهبنا من كل قول أو فعل يجلب غير السكينة إلى قلوبنا وإلى نفوسنا. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. كل مخموم القلب صدوق اللسان. كلمة مخموم كلمة عجيبة جدا، لأن العرب كانوا يستخدمون هذه الكلمة في الكنس، كنس القمامة، حتى إنهم كانوا يسمون المكنسة بالمخمة، لأنها تخم يعني تكنس كل القاذورات.
قال كل مخموم القلب. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال كل تقي نقي لا إثم فيه ولا غلة ولا حسد، صافي القلب. ونحن في شهر سماه العلماء بشهر تصفية القلوب، شهر شعبان. لذلك لأن الله عز وجل خلقنا وهو أعلم بنا من أنفسنا، فقد أمرنا الله عز وجل برأس السكينة، رأس الطمأنينة، وهو الحلم. تريد أن تجلب لنفسك راحة البال، كن حليما. ونهانا ربنا عز وجل عن الغضب والحنق، ونهانا ربنا عز وجل ونهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الغيظ. لذلك أنا أثمن هذا الاختيار العظيم من وزارة الأوقاف في هذا الشهر، شهر تصفية القلوب، عن فضائل كظم الغيظ. وكما تفضل أستاذنا الكريم الإذاعي الكبير حين أورد لنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لما جاءه الرجل فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، وكررها ثلاثا. وفي رواية سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال سيدنا عبد الله يا رسول الله دلني على ما يبعدني من غضب الله. إيه أفضل عمل يبعدني عن غضب الله؟ قال لا تغضب. فإن أكثر شيء يبعدك عن سخط الله وغضب الله ويقربك من رحمة الله ومن عفو الله ألا تغضب. ذلك لأن الغضب يا أحبة رأس كل بلاء وأس كل فساد، فما خرب بيت إلا بسبب الغضب، وما قطعت أرحام إلا بسبب الغضب، وما فرق أحباب إلا بسبب الغضب. الغضب فيروس خطير يصيب القلوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا الغضب وصفا نبويا دقيقا بليغا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الغضب جمرة تصيب قلب ابن آدم. الجمرة اللي هي حجارة من نار، اللهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا ما يفعله الغضب. لذلك قال العلماء يعرف الرجل عند أمرين، عند الهوى وعند الغضب. يعرف معدن الرجال عند الغضب، يعني أنت لا تعرف معدن الرجل إذا كان في رضا وفي سعادة، لا أبدا، إنما تعرف معدنه وتعرف أصله وتعرف إيمانه إذا غضب. لذلك كانت العرب تقول أغضب أخاك تعرفه. تريد أن تعرف معدنه، تكلم معه أثناء الغضب، لأنه يظهر ما في بطنه. وأيضا يعرف الرجل عند الهوى، واحد بيحب المال، يحب الفلوس، فإذا مكن من مال أدخل الحلال في الحرام. لكن المعدن القوي إذا مكن من مال لا يخلط بين الحلال والحرام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب جمرة توقد في قلب ابن آدم صلى الله عليه وسلم. في دراسات علمية حديثة بيّنوا أن أكثر الأمراض تكون أو يكون الأشخاص الذين يعني عندهم نوبات غضب سريعة أكثر الناس عرضة للأمراض. وعملوا دراسات كثيرة جدا طبية، وجدوا أن الغضب الكثير يؤثر على التاج الشرياني، ووجدوا أن الجلطات وارتفاع ضغط الدم والسكر، كل هذه الأمراض سببها الرئيس كثرة الغضب. لكن العجيب أنهم وجدوا أيضا أن كثرة الغضب تؤثر على أمراض مناعية، يعني الغضب الكثير يضعف المناعة. ووجدوا أن الغضب الكثير أيضا يصيب الرئتين،
الشعب الهوائية ونزلات البرد وغير ذلك، وجدوا أن الغضب الشديد والكثير أكثر ما يصيب الإنسان من الأمراض. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. طيب السؤال الآن، العلماء قالوا إن الغضب هو عبارة عن حالة انفعالية لا يملكها الإنسان، يعني مش بطاقته مش بمزاجه زي ما يقال بالعامية، إنما هي لا إرادية. طب كيف يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا تغضب وهو أمر انفعالي لا إرادي؟ قال شراح الحديث في ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب يعني لا تجعل الغضب يتحكم فيك. ما فيش حد ما بيغضبش، الكل يغضب، ممكن كلمة تغضبك، ممكن فعل يغضبك، لكن الرجل الحقيقي كما أورد أستاذنا الإذاعي الكريم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس القوي بالسرعة، وإنما القوي من ملك نفسه عند الغضب. يعني إيه من ملك نفسه عند الغضب؟ يعني إذا غضب ملك نفسه ولم يتكلم بكلام يحسب عليه. جاء رجل إلى حكيم فقال له: إني سريع الغضب، فمرني بعمل أكفر به ذنبي. يعني أنا كل ما أغضب بقول كلام أندم عليه بعد ذلك، فدلني على شيء أفعله يقلل من هذا الندم. فقال له الحكيم: اجمع لي ريش الديكة، روح اجمع لي شوية ريش كده من الديكة وأتني بها. فجاءه بكيس ممتلئ بريش الديكة، قال: ضعه في منتصف المدينة وأطلقه، يعني افتح الكيس وسيب الريش ينطلق. ففعل الرجل ذلك، فلما فعل قال له الحكيم: اجمع ما نثرته. قال: أنى ذلك؟ قال: كذلك الغضب. لذلك قال الشاعر: وإذا غضبت فكن وقورا كاظما للغيظ تبصر ما تقول وتسمع. وربنا عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا هذا هو مفهوم كظم الغيظ، أن تكون كاظما لغيظك، معناها أنك إذا غضبت تتحكم في أعصابك، إذا غضبت أسكت. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فضائل كثيرة عن كظم الغيظ، أورد منها سريعا حتى لا يطول المقام بعضا منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت محبة الله على من أغضب فحلم. أنا أريدك أن تحفظ هذا الحديث جيدا وتضعه نصب عينك. إذا أغضبك أحد فحلمت، سكت، لم تحول هذا الغضب إلى فعل أو قول، هذه القوة الحقيقية، فأنت وجبت لك محبة الله بمصداق قول نبي الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كظم غيظا وهو يقدر أن يمضيه فلم يمضيه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. تخيل أن يملأ الله قلبك رضا بسبب إن واحد استفزك فلم تحول غضبك إلى قول قد تندم عليه. كان أحد الصالحين عنده فرس، وكان يحب هذا الفرس جدا جدا جدا، فعاد مرة إلى بيته أو إلى داره فوجد فرسه قد كسرت أحد أقدامه، أقدامه الأربعة ساق منها إيه؟ كسرت. فنادى غلامه، الغلام اللي عنده اللي شغال عنده، قال: ما الذي فعل هذا؟ من الذي فعل هذا؟ قال: أنا. قال: ولما فعلت؟ انت عملت كده ليه؟ قال: فعلتها لأغيظك، لأغمك، أنا عاوز
أعكر مزاجك؟ قال والله لأغمن من أمرك بذلك، يعني الشيطان. قال اذهب فأنت حر، وقد عفوت عنك ولك الفرس هدية. دي بقى أعلى مقامات الحلم. هو لم يصل طبعا يا أخوانا، مقام الحلم العظيم ده لا يصل إليه الإنسان بسهولة ويسر، ولا بين عشية وضحاه، إنما بالتدرب وبمجاهدة النفس. كيف وصل إلى هذا الحد؟ الإمام الشافعي كان هناك خياط ترزي، هذا الخياط كان يبغض الإمام الشافعي، وذات مرة ذهب إليه الشافعي ليخيط له إزارا، فالخياط جعل كم للإمام الشافعي منتصف والكم طويل خالص غيظا ليغيظه. فقال لما فعلت ذلك؟ قال لأغيظك. قال جزاكم الله خيرا. ثم شوف بقى لما يكون درجة الحلم أعلى مراتب الحلم، قال جزاكم الله خيرا ثم أعطاه ثمن الخياطة ضعفين، هيديله 10 جنيه يديله 20. هذا هو العفو. لذلك قال الله عز وجل والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس ثم والله يحب المحسنين. يا أحبة، لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، لكن أختم بالسؤال الأهم: كيف أدرب نفسي على كظم الغيظ؟ إحنا اتفقنا إن الإنسان كل الناس يغضبون، ما من أحد إلا يغضب، لكن لما تتأمل يقول ربنا عز وجل عن المتقين والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أول ما أشوف البيان القرآني الله عز وجل يقول وإذا ما غضبوا، ما قالش فهم يغفرون، لا، قال لك هم يغفرون، معناها أنه سريع المغفرة، لا ينتظر، إنما يسامح وإنما يغفر في وقته. كيف أدرب نفسي على كظم الغيظ؟ هناك أمور كثيرة تكلم عنها العلماء، أذكر منها 5 في عجالة. أولها ذكر الله، أكثر من ذكر الله. تريد أن تهدأ أعصابك، اجعل لسانك رطبا بذكر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بذكر الله، آمركم بذكر الله، فإن مثل ذكر الله كمثل رجل انطلق فارا من العدو وهم يطلبونه حتى جاء إلى حصن حصين فأفلت منهم، فكذلك الشيطان لا يحترز منه إلا من ذكر الله. ذكر الله كالحصن، كالقلعة التي تحصنك وتحرسك من الشيطان، فأكثر. لذلك يا أحبة ورد الأمر، أمرنا الله عز وجل أمر مباشر بالذكر في 48 موضعا، 48 موضعا، 48 آية يأمرنا الله عز وجل فيها أن نذكره، أكثر من ذكر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه. أول ما تقول أعوذ بالله أو تذكر الله يسكن غضبك. الأمر الثاني السكوت، إياك أن تتكلم وأنت غضبان، إياك أن تقدم على فعل شيء وأنت غضبان. قال صلى الله عليه وسلم إذا غضبت أو إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. الأمر الثالث غير هيئتك، إذا غضبت وكنت جالسا قف، إن كنت واقفا اجلس، إن كنت جالسا اضطجع، المهم غير هيئتك. الأمر الرابع ذكر نفسك بفضائل كظم الغيظ. أول ما واحد يعصبك تذكر فضل واحد من فضائل
كظم الغيظ، ويكفيها أن محبة الله عز وجل واجبة لمن كظم غيظه. الأمر الخامس، أحسن الظن بمن أمامك، بمن أغضبك، خصوصا الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها. الزوجة إذا غضب زوجها عنها عليها لا بد أن تحسن الظن، الضغوط والأحوال وهكذا. أحسن الظن بمن أمامك فإن ذلك يعينك على كظم الغيظ. الأمر الخامس، تذكر محاسن من أساء إليك. أي فكر في أي جميل، أي شيء حسن فعله هذا لك في يوم من الأيام. الأمر الأخير، أن تدعو لمن أمامك بنية صفاء القلب، أدعو له. جاء رجل إلى الفضيل بن عياض وقال له إن فلانا يذكر عرضك، يعني بيتكلم في عرضك. فقال لأغيظن من أرسلك، يعني الشيطان. فرفع يديه وقال اللهم إن كان صادقا، يعني من تكلم في عرضي، اللهم إن كان صادقا فاغفر لي، وإن كان كاذبا فاغفر له. أدعو لمن أساء إليك فإن الدعاء يصفي القلوب. يا أحبة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الدكتور محمد صالح عطية المدرس بكلية دار العلوم بجامعة المنيا على هذه الكلمة الطيبة ضمن فقرات هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يأتي تحت عنوان فضل كظم الغيظ. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فالله سبحانه وتعالى جعل كظم الغيظ سبيلا وطريقا موصلا إلى الجنة. وإن الغضب والغيظ، الغضب يدعو أو يجعل الإنسان يتصرف بحمق وطيش، لكن الغيظ هو أعلى من الغضب، فإن الغيظ قد يدفع الإنسان إلى الانتقام. لذلك نجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وجبذه من ثيابه كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه حتى أثرت حاشية هذا الثياب في عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد أعطني من هذا المال فليس المال مالك ولا مال أبيك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم وأمر له بعطاء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لأشج بن عبد قيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الآن تنتقل الكلمة إلى فضيلة الدكتور أسامة فخر الجندي مدير عام شؤون القرآن بوزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الشرع الشريف كله نور وكله رحمة وكله إنسانية وكله جمال، ومن اتصلت نفسه بالشرع الشريف بمعنى أنه التزم الأوامر واجتنب النواهي آنس من هذا النور فكان أهلا للنور، وآنس من هذا الجمال فكان أهلا لصناعة الجمال، وآنس من هذه الإنسانية فكان أهلا لها، وهكذا. موضوع اللقاء كظم الغيظ، وكلما حاولت أن أترك حديثا لأتلمس آخر فإذا بزميلي العزيز فضيلة الدكتور محمدي يأتي به، ثم أكمل الحوار فضيلة الإذاعي العزيز الأستاذ محمد.
لكن الله معنا، صح ولا ايه؟ فصلوا على سيدنا رسول الله. نحن نعيش عالم أغيار. يعني عالم أغيار؟ يعني من الممكن أن يتعرض الإنسان منا لمجموعة من المواقف أو الأحداث أو الشدائد أو الأزمات أو الابتلاءات التي قد تستثير غضبك، صح ولا لا؟ فلما الإنسان يستثار الغضب يعني فيمتلئ القلب بالإيه؟ بالغيظ. ده اللي احنا عايزين نوصل. كلمة الغيظ حينما ترد إلى الذهن فهي تعبر عن ألم يصيب الإنسان في نفسه أو ماله أو عرضه أو بدنه، أيا كان نوع الإذى. يبقى كلمة الغيظ أول ما تسمعها إيه اللي هيجي في ذهنك؟ إن هي بتعبر عن ألم أصابك في نفسك بقى، في مالك، في أي شيء. طيب، النفس لها انفعال طبيعي تريد أن تقوم برد الإيذاء الواقع عليها، صح ولا لا؟ أول ما تحس نفسك غضب والغضب تملك منك والقلب امتلأ بالغيظ، لا، اللي وقع علي، الإيذاء اللي وقع علي، أنا عايز أعمل إيه؟ عايز أرده. فتريد هذه النفس أن ترد الإيذاء الواقع عليها، وهذا انفعال طبيعي. إلا أن الشرع الشريف والنصوص النبوية المباركة جاءت تدعونا أن نكف انفعال النفس عن عقاب من أذاه، وجاءت تدعونا أن نلتزم الأدب في السلوك، وجاءت تدعونا أن نكف الجوارح عن أن ترد الإساءة بمثلها. هذه أوامر الشرع الشريف، صح ولا لا؟ يبقى خلي بالك معاي، شدائد تعرضت ليها أثارت غضب، امتلأ القلب بالغيظ، تريد أن ترد الإساءة التي وقعت عليك، الشرع يقول لك خلي بالك، إحنا بندعوك إلى أن تكف الجوارح عن الإساءة، ندعوك بأن تلتزم الأدب في السلوك. يبقى كلمة الغيظ ده معناها، طب معنى كظم الغيظ إيه؟ ألا تترجم هذا الغيظ على جوارحك. مش عايزين فعل قبيح، مش عايزين قول قبيح، مش عايزين تصرف قبيح، مش عايزين إساءة. ده معنى كلمة كظم، معنى مصطلح كظم الإيه؟ كظم الغيظ. يبقى كظم الغيظ معناه ألا تترجم هذا الغيظ على جوارحك. طيب، الشرع الشريف يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. منهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الإيه؟ خلي بالك في فرق بين أنا أقول سارع إلى وسارع في. نضرب مثال، فلان يسارع إلى الخير، فلان يسارع في الخير، إيه الفرق بين الاثنين؟ يعني شوف الحرفين غيروا المعنى خالص، إلى وفي، ودي بيسموها حروف معاني، صح ولا يا دكتور؟ حروف معاني. احنا عندنا نوعين من الحروف، حروف مباني وحروف ايه؟ معاني. حروف المباني هي التي تبنى منها الكلمة، اللي هي الحروف الهجائية أو الأبجدية. إنما حروف المعاني اللي هي لها أكتر من ايه؟ لها أكتر من معنى، زي حرف في ومن وإلى وعلى ولعل ولكن وظن، كذا حرف كده. صليتوا على سيدنا رسول الله، معلومة كده، عايزين معلومات. طيب، سارع إلى وسارع فيه. سارع إلى الخير، المعنى أنه كان بعيدا عن الخير ويريد أن يدخل فيه. سارع في الخير، المعنى أنه في الخير بالفعل، إلا أنه يريد أن يرتقي ارتقاء آخر في صناعة الخير. يبقى الفرق بين إلى وفيه غيرت لك المعنى تماما، صح ولا لا؟ شوف بقى، وسارعوا إلى، لو أنت بعيد عايزينك تدخل، صح ولا إيه؟ أدخل للخير، أدخل للعفو، أدخل لكظم الغيظ كما نص القرآن الإيه؟ كما نص القرآن الكريم. أقول لك معلومة كمان، دي من رزق ربنا سبحانه وتعالى لي، في سرعة وفي عجلة، صح ولا إيه؟ طيب، إيه الفرق بين الاتنين ولا مفيش فرق خالص؟ لا، في فرق طبعا، هما يشتركان في معنى ويختلفان في آخر. السرعة والعجلة يشتركان في تقليل المدة اللي هو تقليل الزمن، صح ولا إيه؟ بس بيختلف في معنى تاني خالص. إيه هو بقى؟ تعال أقول لك بطريقة سهلة، عكس السرعة
فلان أسرع، عكسها إيه؟ فلان أبطأ، صح ولا لا؟ طيب مين فيهم الممدوح ومين فيهم المذموم؟ السرعة ولا البطء؟ ها؟ السرعة طبعا محمود، البطء ماله؟ طيب تعال بقى على العجلة، فلان تعجل، عكسها فلان إيه؟ تأنى، صح ولا إيه؟ طيب التأني هنا الممدوح ولا المذموم؟ الممدوح. يبقى كأن السرعة المحمودة والعجلة الإيه؟ عشان كده أقول لك في المثل في التأني الإيه؟ وفي العجلة. طب خلي بالك عشان تبقى عارف الفرق بين السرعة والإيه؟ والعجل. إحنا هنا مع وسارعه، صح ولا لا؟ عايزين سرعة للخير، سرعة لصناعة الخير. أول بمجرد ما تجد بابا فيه خير عايزينك تإيه؟ هو ده المعنى، تسارع على طول، وسارعوا إلى صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. طيب عارفين الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى من بين الأوصاف المنيرة التي أعطاها الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا كافة، إلا رحمة طبعا حافظينها، إنما عايزين وما أرسلناك إلا إيه؟ كافة للناس بشيرا ونذيرا. وإحنا عارفين إن معنى كافة يعني إيه؟ يعني الشمولية والعمومية. لا ده في معاني تانية. طب ما تجيب أصل كده الكلمة كافة. كافة تأتي بمعنى الإيه؟ المنع، صح ولا لا؟ طيب يعني هنا في معنى جديد. ايوه ده في اللغة كمان. جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكفنا عن الوقوع في المفاسد والشرور والافعال القبيحة وغير ذلك. هقولها لك بطريقة سهلة قوي. لو حضرتك اشتريت جلباب جديد او ثياب جديد، طيب جيت حضرتك لما لبست الثياب لقيته طويل شوية، لو انت لبسته هو طويل عليك ومشيت بيه في الطريق، ايه اللي هيحصل؟ هل الحركة متزنة؟ لا. طيب الجلباب هيجر معاه ايه هو ماشي؟ قاذورات الارض وشرورها ومفاسدها، صح ولا ايه؟ فمش هينفع الموضوع ده. تروح انت لصاحب الملابس، صاحب البز او صانع الثياب، فتقول له اعمل لي ايه؟ ها؟ اتني الايه؟ او انت عارف دي في اللغة معناها ايه؟ تكفيف الثوب. انا عايز بس ابين لك المعنى، كفف لي هذا الثوب. لما احنا بتقول له يتنيل الايه؟ الثوب. وتروح عنده يتني لك الثوب اللي هي في اللغه اسمها ايه؟ ها؟ تكفيف الثوب، ويكفف لك الثوب، وبعدين تيجي تلبسه الحركه اصبحت مالها؟ حركه متزنه مستقره معتدله. طيب بتجر معاها الشرور وقذورات الارض؟ لا طبعا، كفت عنك ايه هذا الامر. شفت المعنى جاي منين؟ فمن بين المعاني ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا ليكف وقوعنا في المفاسد والشرور وغير ايه وغير ذلك. فخلي بالك لما نقول الشرع الشريف كله نور وكله رحمة وكله جمال وكله إنسانية، يجب أن نفهم ذلك من خلال هذه الأوصاف المنيرة ومن خلال ما حثنا عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الغيظ ألم نفسي، كظم الغيظ ما تترجمش غيظك على ايه؟ على جوارحك، لا فعل قبيح ولا قول ايه؟ قبيح. وده بيسموه التخلي. بيسموه ايه؟ يعني ايه التخلي بقى؟ أن تهذب نفسك عن فعل ما هو قبيح. طب لو أنا هذبت نفسي عن فعل ما هو قبيح، يبقى فرغت قلبك عن أسباب المعصية. ما أنت ما بيصدرش منك شيء وحش، لا يصدر منك ما هو قبيح، يبقى ما عندكش أصلا أسباب صناعة المعصية، يبقى لا سيئات إن شاء الله. ده اسمه ايه بقى؟ ها؟ التخلي. مش عايزينك تقف عند كده، عايزين التحلي. ايه التحلي؟ ما هو التحلي؟ ان اقولها لك بطريقة سهلة كده، ان تجعل قلبك متصلا بكل ما يحبه الله عز وجل. فاذا فعلت ذلك فقد اتصلت نفسك بكل ما ومن يقربك لله عز وجل. يبقى في التخلي مفيش اسباب للمعصية، لكن في التحلي في اسباب لايه؟ للطاعة، لفعل الخيرات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ اسمع بقى، ولا تستوي الحسنة ولا ادفع بالتي هي ايه؟ مش في واحد ضايقك وخلاك كده تمتلئ غيظا وغضبك؟ اهو القرآن بيقول لك اهو، ادفع، تخلى عن ان انت ها يعني يصدر منك اي فعل قبيح. مش كده وبس، ده احنا عايزينك تعمل ايه؟ ادفع بالتي هي فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ايه؟ ولي حميم. ولذلك ربنا يقول بعدها، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا إيه؟ ذو حظ عظيم. ده وصف مين؟
أحسنت. هو ربنا سبحانه وتعالى حين يصف أخلاق سيدنا رسول الله ويقول وإنك لعلى خلق عظيم، هل المقصود هنا الخلق المتعارب بيننا؟ لا طبعا. هو من الذي وصف؟ الله. يبقى التقييم هنا تقييم إلهي ولا بشري؟ طب تعالى نعمل تقييم بشر. لو احنا قيمنا بعض، هذا التقييم ربما يعتريه الخطأ، ربما يعتريه التقصير، ربما يعتريه عدم الإنصاف، ربما تشوبه العاطفة، صح ولا لا؟ لكن لما يجي لك تقييم من عند ربنا فهذا التقييم ليس بعده تقييم، صح ولا ايه؟ فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا هو وما يلقاها إلا الذين، وما يلقاها إلا ذو حظ، عند مين بقى؟ حظ عظيم عند مين؟ أحسنت، هو ده. ولذلك إذا كان ربنا خلى كاظم الغيظ ده هو اللي يدفع السيئة بالحسنة، خلاه من الصابرين، طب ما احنا عندنا ربنا بيقول لنا ايه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم. وهو المعنى الذي قاله أستاذنا الكريم، إنه هو كظم الغيظ من أسباب الإيه التي توصل إلى مين؟ إلى الجنة. أهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخيره من أي الحور العين إيه شاء. إيه المعنى؟ يعني إيه من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه؟ تمام. دعاه الله على رؤوس الخلائق، يعني أشهره الله بين الخلائق. هذا الذي أتى بهذه الخصلة اللي هي كظم الإيه؟ كظم الغيظ، يتباهى الله عز وجل به. تمام كده. يبقى خلي بالك من المعنى المراد في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنت تستطيع أن تقهر الشيطان وتستطيع أن تغلب غيظ قلبك بفضيلة كظم الغيظ. مر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يصطرعون، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ إيه ما إيه ده؟ فقالوا فلان الصريع لا ينتدب إليه أحد إلا صرع. ده ما فيش زي تجيب له مين؟ هو اللي بيغلب على إيه؟ هو اللي بيغلب على طول. فقال صلى الله عليه وسلم طيب تعالوا بقى، ألا أدلكم على من هو أشد منه؟ ايه رأيكم؟ وقال لكم بقى اللي أشد ايه منه، اللي أقوى منه، اللي أحسن منه. من يا رسول الله؟ رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه، يعني غلب غيظه، وغلب شيطانه، يعني شيطان ايه؟ الشيطان اللي معاه، وغلب شيطان صاحبه. خلي بالك من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو لو رد الغيظ ها التصرفات هيبقى تصرفات مالها؟ قبيحة، صح ولا لا؟ لا، ده كظم غيظه فغلب غيظه، ولما سكت وكظم الغيظ غلب شيطانه، ولما سكت وكظم الغيظ وغلب شيطانه غلب شيطان مين؟ صاحبه اللي هو أداه أصلا، صح ولا لا؟ يبقى أنت تستطيع أن تقهر الشيطان وتغلب غيظ قلبك بفضيلة كظم الإيه؟ الغيظ. اسمع يا سيدي، بعيد خالص عن كظم الغيظ بس شوف الصحابة كانوا بيتعاملوا ازاي. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في حوار مع سيدنا ربيعة الأسلمي. ايه رأيكم نخلي سيدنا ربيعة اللي يحكي لنا اللي حصل؟ اسمع يا سيدي، يقول لنا سيدنا ربيعة كان بيني وبين أبي بكر حوار، فقال لي كلمة كنت أكرهها. أثناء الحوار كده في كلمة سيدنا أبو بكر وبيقولها، الكلمة دي ما كانش بيحبها سيدنا مين؟ ربيعة. ولم تذكرها أو لم تذكر في الروايات، لكن هي أبعد ما تكون عن أن يكون سيدنا أبو بكر يقصد إذاء سيدنا ربيعة. خلي بالكم من المعنى، بس كلمة كده هو بيحبش يسمعها، يعني ما بيحبهاش. تمام. وكان سيدنا أبو بكر أصلا رقيق الإيه؟ رقيق القلب، يعني كان يعني يقول سيدنا ربيعة فلما أحس سيدنا أبو بكر لما شعر أن وجه سيدنا ربيعة تغير كده، يعني زعل اتضايق، يعني شوف بقى إيه اللي حصل. فقال سيدنا أبو بكر لسيدنا ربيعة يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. الكلمة اللي زعلتك مني اللي أنا مش عارف، الكلمة اللي زعلتك مني ردها علي، هي نفس الكلمة، حتى تكون قصاصا. مش عايزك تزعل مني، مش عايزك تحمل في نفسك أي غيظ لي. شوف الصحابة بيتعاملوا ازاي. في حاجة اسمها قيم الايه؟ الصفاء والنقاء، صح ولا لأ؟ وهي من أسباب محبة الله عز وجل بالمناسبة. يعني رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. قال لا،
والله لا أفعل يا أبا بكر. يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. قال والله لا أفعل يا ربيعة، لتأخذن بحقك مني أو لأشكونك إلى رسول الله. طب هو رايح يشتكي النبي ليه؟ هل عشان ليه الحق ولا عليه الحق؟ انتوا مركزين ولا لا؟ ده عشان عليه هو طبعا. اصلا بنأكد لا تحمل اي معنى من معاني الايذاء. لتأخذن بحقك مني او لأشكونك الى. انا عايز صفاء، عايز نقاء، مش عايز. بس خلي بالك، غيظ القلب لا يقف عند صاحبه ولا يقف عند من اغاض، ولكن غيظ القلب هذا يمتد الى تدمير المجتمع، افراد واسر وغير ذلك. فننتبه من هذا الامر. خد حقك يا سيدي، رد الكلمه. طيب اتنين واقفين بيشاهدوا الحوار اللي بين سيدنا ابو بكر وسيدنا ربيعة، فيقولان له يا ربيعة ردها علي، الكلمه ما تحملش اي معنى من معاني الايذاء، ردها علي حتى ترتاح نفسه. سيدنا ابو بكر لازم تردها علي، تمام. طيب سيدنا ربيعة يقول لا والله لا افعل، والله لا افعل، واياكما ان يسمعكما ابو بكر فيغضب، وإياكما أن يسمع ذلك رسول الله فيغضب رسول الله لغضب. خلي بالك من معارفين إيه من سيدنا أبو بكر. طيب فين سيدنا أبو بكر دلوقتي؟ في طريقه إلى رسول الله. فأول ما وصل حضراتكم عارفين طبعا العلاقة بين سيدنا رسول الله وسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فيهمس سيدنا أبو بكر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى رفع رسول الله رأسه. أين ربيعة؟ قال لبيك يا رسول الله. ما لك ولأبي بكر؟ قال والله ما صنعت شيئا يا رسول الله، إنما هو حوار كان بيني وبين أبي بكر، فقال لي كلمة كنت أكرهها، فلما رأى جدبا في وجهي قال لي يا ربيعة ردها علي حتى تكون قصاصا، فأبي والله ما صنعت شيئا يا رسول الله. خلي بالك الحوار في تبسم، مش حوار يعني مش ما لا، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أحسنت يا ربيعة، لا تردها علي، ولكن قل يغفر الله لأبي بكر، ويسمع سيدنا أبو بكر، ويبكي سيدنا أبو بكر لكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم ملاحظين الكلمة، وكلمة ما تحملش أي معنى من معاني الإذاء. ما بالك بمن ينفق طاقاته الفكرية وقدراته الذهنية وعملياته العقلية في صناعة الشر وصناعة القبح وصناعة الأذى وصناعة. طيب نختم بهذا الحوار. سيدنا أبو ذر يجلس إلى سيدنا رسول الله فيقول يا رسول الله ما الذي ينجي العبد من النار؟ إيه أسباب النجاة من النار؟ وطالما في نجاة من النار يبقى في دخول الإيه؟ الجنة. بس خلي بالك سيدنا أبو ذر بيبحث عن حاجة معينة. فيقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله، هذا أمر بديهي كلنا مؤمنون بالله، لكن طبعا عايزين تطبيق التعليم الإيه؟ الإيماني. فقال أبو ذر يا رسول الله، شوف بقى سيدنا أبو ذر بيبحث عن إيه؟ مع الإيمان عمل، ده اللي بيبحث عنه. الإيمان ده أمر بديهي، إن شاء الله تطبيق وترجمة التعاليم الإيمانية ده أمر بديهي، لكن هو بيبحث عن الإيه؟ إيه العمل اللي ينجي من النار ويدخل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تعطي مما أعطاك الله، أن تكون صاحب عطاء، بذل، سخاء، جود، إنفاق، كرم، وما تختزلش العطاء في المال. العطاء ربما يكون عطاء علم، ربما يكون عطاء حلم، صح ولا ايه؟ يعني على قدر ما وهبت من العطاءات انفق منها، عشان يبقى معنى ما ايه؟ ما يبقاش مكتزأ ومختزل في المال وفقط. ان تعطي مما اعطاك الله. قال ابو ذر يا رسول الله ارايت ان كان لا يستطيع. انا بقول طبعا الحوار بالمعنى، طب هو مش قادر يعمل كده. فقال صلى الله عليه وسلم ان تعين مظلوما. ربنا اداك وجاهه بين الناس، كلمة مسموعة، تستطيع أن تقف مع الحق وترسخ له وتقف أمام الظالم، استثمر النعمة دي. قال يا رسول الله أرأيت إن كان لا يستطيع أن يحسن صنع ذلك؟ قال أن تعين ضعيفا. ربنا ادك طاقات، قدرات، مواهب، إمكانات حرم منها غيرك، استثمرها في أن تعين بها من حرم منها. قال يا رسول الله أرأيت إن كان لا يستطيع أن يفعل ذلك؟ تاخدين بالكم الحوار ولا لا؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، ده أمر سهل. لو مش قادر بإيدك وتقدر الأمور، ومش قادر بإيدك يبقى بإيه؟ بلسانك. مش قادر بلسانك يبقى بإيه؟ مش ده اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا رسول الله أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يفعل ذلك؟ الحكاية
كل ما سيدنا النبي يقول له باب، سيدنا أبو ذر يقول له مش قادر مش قادر مش قادر. ما في حكمة في الحوار، في حكمة في الحوار. هنا نظر سيدنا رسول الله إلى سيدنا أبي ذر، حال رسول الله إيه أخباره؟ مبتسما، ما فيش توتر، ما فيش ضيق، ما في إيه يا أخي أنت؟ لا، شوف في 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 قبول وفي استيعاب وفي إنصات. و قال يا رسول الله أرأيت إن كان عليا لا يستطيع أن يفعل ذلك؟ فنظر النبي إلى سيدنا أبي ذر مبتسما وقال له يا أبا ذر أما تريد أن تترك لصاحبك من خير؟ يعني مش قادر يكون صاحب عطاء، صاحب بذل، صاحب سخاء، مش قادر يعين ضعيف، مش قادر يعين مظلوم، مش قادر حتى يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر. فقال له صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، فقال له صلى الله عليه وسلم فليمسك أذاه عن الناس، فليمسك شره عن الناس. هنا سيدنا أبو بكر بقى قال له إيه؟ أرأيت إن فعل واحدة من هذه يا رسول الله ماذا يكون له؟ قال صلى الله عليه وسلم من فعل خصلة من هذه الخصال أتت يوم القيامة وهي تمسك بيده حتى تدخله الجنة. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا مش جايين نقول لك لا تكن صاحب أذى، ده احنا عايزينك لو حصل لك إذا تبقى كاظم لإيه؟ كاظم للغيظ. وحاول أن تتذكر هذا الحوار الماتع بين سيدنا رسول الله وسيدنا أبي ذر، وحاول أن تتذكر الفضائل والكيفية التي أشار إليها فضيلة الدكتور في كيف تكون كاظما للغيظ. هذه أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ما دعا إليه الشرع الشريف حتى يصنع مجتمعا مترابطا منسجما زكيا النفس طاهرا يحتاج بعضه إلى بعض. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الدكتور أسامة فخر الجندي مدير عام شؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف على هذه المحاضرة العلمية القيمة الشافية الوافية ضمن فقرات هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يأتي تحت عنوان فضل كظم الغيظ. الغضب يدفع الإنسان إلى الانتقام والغيظ، وحينما يكظم الإنسان غيظه فإنما هو بذلك يغيظ الشيطان. سيدنا موسى عليه السلام لما غضب لعبادة قومه العجل، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا كما حكى القرآن الكريم، لنا أن نتصور هذا المعنى في كتاب الله عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب، وكأن الغضب كان يأمر موسى عليه السلام. وحينما هدأ موسى عليه السلام مع أنها كانت غضبة لله سبحانه وتعالى أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. لذلك يقول ابن القيم الغضب أسد إن فككته بدأ بأكلك. الحضور الكرام، الآن نرفع أكف الضراعة والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى مع الشيخ معوض معوض الفشني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتشرف بها عقباه وتبلغه من الشفاعة رضاه
وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واكشف كروبنا واشفنا من جميع أمراضنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب. صلاة تسليم من المولى القديم على طه المكمل بالكمال إمام المرسلين ومصطفاهم سراج العالمين بلا محال له وجه جميل سيدنا النبي له وجه جميل لو تراه ترى بدرا منيرا في العلالي. له وجه جميل لو ترى الفؤاد بلا اختلال يلوح النور من وضح الجبين. صلوا علي. يلوح النور من وضح الجبين كحيل الطرف من غير اكتحال منير الخد ما أبغى ضياء متوج بالمهابة والجلال بسيم الثغر تفلته شفاء
فصيح القول عذب في المقال، له عنق ظريف كوكبي شريف آخذ في الاعتدال. سيدنا النبي له عنق ظريف كوكبي شريف آخذ في الاعتدال، وقلب ليس يغفل في منام، وفي التسبيح دوما في اشتغال. حبيبي جل من سواك خلقا ولم يخلق مثيلك في الرجال. الورد والياسمين ثم الآس والعلم، وأنطقت لحبيب الله أربعة الضب والظبي والثعبان والصنم، وآمنت بحبيب الله أربعة الجن والإنس ثم العرب والعجم. صلى على خير خلق الله أربعة العرش والكرسي ثم اللوح والقلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى صلى الله عليه وسلم. حبه فرض وحتم، مدحه خير وغنم. حبه فرض وحتم، مدحه خير
غن ليس يأتي القلب هم للذي يعشق محمد صلى الله صلى الله عليه خير خلق الله أحمد كل من يلقاه يسعد خير خلق الله أحمد كل من يلقاه يسعد حوضه الصافي المبرد للذي يهوى محمد صلى الله محمد صلى الله عليه نجت الهادي غزالة للنبي تبدي مقالة نجت الهادي غزالة للنبي تبدي مقالة يا إماما للرسالة كن ضميني يا محمد صلى الله صلى الله هذه الدنيا كساعة اجعل الأعمال طاعة هذه الدنيا كساعة اجعل الأعمال طاعة واشتري خير بضاعة زورة الهادي محمد صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الذي ما ضرب امرأة ولا خادما بيده ولا انتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم قط إلا أن تنتهك حرمة الله وبهذه الابتهالات والمدائح النبوية والتي قدمها المبتهل الشيخ معوض الفشني نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك والذي كان ختاما للأسبوع الدعوي الذي أقامته وزارة الأوقاف بمسجد خاتم المرسلين بحي العمرانية وكان بعنوان فضل كظم الغيظ في نهاية هذا اللقاء نتوجه بالشكر إلى فضيلة الدكتور محمد صالح عطية المدرس بكلية دار العلوم بجامعة المنيا وإلى فضيلة الدكتور أسامة فخر الجندي مدير عام شؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف وإلى الحضور الكرام ونتوجه بالشكر إلى الشيخ معوض الفشني وهذه تحياتي محمد جمعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.